يدخل المنتخب الوطني الأولمبي لأقل 20 سنة هذا الأحد منافسة أمم إفريقيا أمام المنتخب المصري في قمة عربية خالصة بمدينة مبور السنغالية. المدرب أندري بيير شورمان الذي أهل الخضر إلى المنافسات على حساب سيراليون أكد عن ثقته الكبيرة في لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية، موضحا أنه يطمح للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية، قائلا أن الجميع كان يظن أننا لن نتأهل، لكن الرد على المشككين كان قويا في الميدان. أولمبيو الجزائر يواجهون في أول مبارياتهم منتخب مصر الذي يقوده المدرب حسام البدري، وهو من أقوى الفرق في هذه الدورة، حيث ستكون هذه المواجهة أبرز معيار لقياس مستوى الخضر وقدرتهم على التأهل إلى الأولمبياد. أهمية كبيرة تكتسي هذه المواجهة، فهي تعتبر الخطوة الأولى للمحاربين في هذه المجموعة الصعبة، لكن لا شيء مستحيل في قاموس محاربي الصحراء الذين سيقدمون كل ما لديهم من أجل افتكاك إحدى المراتب الثلاثة الأولى المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية.